عقد وزير المياه والصرف الصحي رفقة والدي الزمور مساء أمس اجتماعا بأطر وأعيان الولاية استعرض فيه استراتيجية قطاعه في مجال المياه. الوزير أدى كذلك زيارة ميدانية لمدينة فديرك مكنته من الاطلاع على وضعية الشبكة المائية في المدينة. شكل الاجتماع فرصة لأطر ولاية تيرزمور والفاعلين الجمعويين لطرح أهم المشاكل التي تعاني منها الولاية المرتبطة أساسا بقطاع المياه وإبراز المطالب الجوهرية المطروحة على السكان. وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الحسن والبوخريص وخلال ردوده على المتدخلين طالب باحترام الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، منبها إلى أن البلاد تشهد موجة ثالثة من الجائحة تتصدر فيها الولايات الشمالية عدد المصابين بفيروس هذه الأيام، وأبرز الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لسكان ولاية تير الزمور. لا يتعود لا حط عن اللي له 20 سنة ما قطش وزير مياه تير الزمور، هذا دليل على قلة الأهمية اللي معطية لإشكالية المياه في تير الزمور. رأيك جمعاية طاقم كامل اللي فيه الحمد لله الخبراء وفيه الأطر اللي تبارك الله ما شاء الله هاي الإشكالية يعرفوها، وجينا ولا نبوهو نختاروا نعرفوا المشكل الكبار شنو به اللي ما ندوروا لا نشوفوا نقولوا لا يخلق ما هو كذا وكذا نمشوا بدي لا بد ان المشكل نفهموه به اللي المشكل كان عند شركه ونختاروا هون نشيدوا بالاهميه والدور اللاعب شركه المعادن سنيم في هاي المنطقه. هذا اللي عدلته وصلته مازال بقيت تعتن عليه قال سنين ما هي الشركة للمياه. وأوضح وزير المياه والصرف الصحي عجز الأنظمة المتعاقبة عن مواكبة التطور الديمغرافي الكبير الذي تشهده الولاية، مبرزا أهم الإجراءات التي اتخذها قطاعه لحل مشكلة العطش في الولاية. ساكنة الزوارات عايشينها وفاهمينها ورانا ما أنا ناسينها، ودليله عن فخامة رئيس الجمهورية قال لنا عنا نجوهون وعنا لابد أن نجبر حلول وفصرع وقت. هذا جيد. وبرنامج فخامة رئيس الجمهورية تعهداتي من الأولويات اللي عنده في مجال المياه عن رجال جالت باطقة يعود يعرف هو المال عنده شنو. احنا اليوم في موريتان ما نعرف البحيرات اللي عندنا ولا نعرف امتدادهم كم ولا نعرف وش فات قبل منهم وش مازال فيهم. عندنا برنامج هو من اللي زاد لا يعود خالق باش نعود وعندنا اشبه معرفه البحارات اللي عندنا. على ذاك الاساس كان نقدروا نعدلوا السياسه لتسييرهم ونعودوا من اللي نعرفوا ايهم قد يندالوا السد يعود يعدل شن قالوا لاليمونتاسيون ديناب. الوزير زار كذلك مدينة فديرك حيث اطلع على وضعية الشبكة المائية المغذية للمدينة واستمع من لدن المشرفين على عملية تسيير المياه إلى أدق التفاصيل المتعلقة بتسيير الشبكة المائية، وتبادل الحديث مع السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين حول المشاكل التي تعاني منها الشبكة وسبل مواجهتها، قبل أن يذكر الوزير بالسياسة الجديدة المنتهجة من طرف قطاعه من أجل إيجاد حل جذري لمشكلة المياه. سيد أحمد أبو بكر، سيرة زوارات الموريتانية.